اللي من اليوم اللي اجى على الدنيا ما قدرت احمله لحظه بين ايدي، وطول هالسنه الماضيه انكسر قلبي عليه وكتير انقهرت عليه وتوجعت كتير، ووقت قدرت لاقيه ما صح اللي شوفه غير كم ثانيه وبعدين ضاع مني. هلا مختصر الكلام، انا بعرف انه ما بتحبيني، بس معقول تتصرفي هيك؟ ليش ما فكرتي باخوكي وبعيلتك؟ انت ام وعندك ولد، انت بتعرفي شو يعني فقدان الابن لاي ام؟ اصلا كيف قدرتي تنامي بالليل ولا كانه عامله اي شيء؟ قولي لي كيف؟ انت الك سنه كامله عم تكذبي علينا، بس لو انك قلتي الحقيقه لكانت انحلت المشكله وما صار شيء، وما كنت عم ببكي بهي اللحظه، وكان ابني لساته بحضني، وكانت العيله كلها سعيده وما فيها اي مشاكل. بس انت بتصرفك هاد زرعتي المشاكل بهالبيت. يا مسوم انسي، لا انا ما رح اقدر سامحك على اللي عملتيه، لا اطلعي من البيت واطلعي من حياتنا ولا عاد ترجعي. امشي يلا. اخي انت شو عم تساوي؟ ماما ماما معقول تتركيه طالعني من البيت بهي الطريقة؟ احكي مع اخي بترجاكي. ايه لانك بتستاهلي، لازم تطلعي من هذا البيت حتى تحسي وتعرفي يا ماسوم قديش صعب فقدان الابن بهي الحياة. هالمرة أنا ما رح ساعدك ابنك. ماما أخي امشي. أخي بترجاك لا تعمل معي هيك، خلينا نحكي. ماما أخي طلعي. لا أخي أنت شو عم تعمل؟ أخي شو عم تساوي؟ أخي 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 افتح الباب بترجاك. افتح الباب.